فطبعا ده كلها استثمارات. النهارده بنتكلم للمشروعات الهيدروجين فقط بالتوكيل مذكرات، النهارده وصلنا ل 114 ألف ميجا وات، دي القدرات المركبه فقط من طاقه الرياح، من الطاقه المتجدده سواء طاقه الرياح او طاقه الشمسيه. فمعناها ده اكتر، يعني بنتكلم اكتر من ايه، من حوالي 120 مليار دولار فقط استثمارات للطاقات المتجدده. فده بخلاف بالراحه حضرتك بتقول لنا ارقام، انا حابب الارقام الفتره دي بالذات تبقى المشاهد يسمع ايه اللي بيتعمل في البلد. حضرتك بتكلمنا على طاقه جديده متجدده استثمارات 120 مليار دولار ده فقط، يعني احنا بنتكلم فقط ده لو في ان شاء الله لما مذكرات التفاهم دي تتحول الى استثمارات. لا احنا بنتكلم بس للطاقه المتجدده، في حين بعد عن المشروعات الهيدروجين بيتبقى الاستثمارات اللي هتبقى مطلوبه للمحلل الكهربائي اذا كان اللي هو بيسموه الالكترولايزر، ايضا اللي هي محطة تحلية المية، التنكات اللي هتتعمل في المواني وفي المنطقة الاقتصادية للعين السخنة. فده كله لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، دي كلها استثمارات أيضا كبيرة، يعني بنتكلم تقريبا استثمارات كبيرة. فهنا بنتكلم على حجم استثمارات لا يقل عن 200 مليار دولار. تاني بنتكلم في بعد زمني من هنا لحد سنة 2030، هي متقسمة مشروعات تجريبية ومشروعات مرحلة أولى بعد كده. المشروعات التجريبيه كلها بتستهدف بدء انتاجها وبدء التصدير، بتتكلم من عام 2028 لعام 2029، دي بدايه التصدير الى الاسواق الاوروبيه. طبعا يعني ده تاني بناكد لحضرتك او بناكد للساده المشاهدين ان ده كله الشركات اللي موجوده النهارده، بنتكلم في 27 شركه او 27 مذكره تفاهم، كلها شركات عالميه زي ما حضرتك تفضلت وقلت عليها. تاني ده تكلفه هنا هيقدر ينافس بيها في السوق الاوروبي، هيقدر ينتج يصدر بيها في السوق الاوروبي بصفه خاصه، لان احنا مصر يمكن الحوافز القانون الهيدروجيني اللي صدر اخيرا في يناير الماضي اعطى حوافز لم تسبق لها مثيل ايضا. ده دافع لان الدول كلها المجاوره بتنافس، بتدي مزايا وبتدي تحفيزات. مثلا امريكا بتدي مزايا او بتدي دعم نقدي 3 دولار للكيلوغرام هيدروجين. طبعا احنا لا، احنا عندنا دعم بناحيه ثانيه بيسموها ان كايند، يعني دعم مادي معنوي في خلال بقى تحفيزات ضريبيه، خفض على القيمه المضافه، ضريبه القيمه المضافه، خفض على ضريبه التصدير. ايضا التكلفه نفسها، تكلفه الانتاج الموجوده على مستوى مصر هنا قليله جدا، منخفضه. فدي كلها عوامل تجعل زي ما حضرتك تفضلت ان مصر هتكون مركز لتجاره الهيدروجين او مركز لتجاره الهيدروجين الاخضر في المنطقه ان شاء الله.